نبدأ نسترسل عشان ما تديش في ودن المستمع ده بروم، لا ده جزء من الحلقة، فأنا بشرح لك بقى احنا بنعمل ايه. تمام، رجعينا من الفاصل، خدي بقى على الجزء. اشتغل بيه سيزن واحد وصفر. أنا... اه ليه بقى؟ لان البرامج ممكن تتغير، ممكن اقول ايه والله خريطة البرامج في السيزن ده لا انا مش عايز البرنامج الفلاني، طب ما في البرومو يبقى البرومو كده ايه؟